Last year, I had the honor of visiting Egypt, where I met His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. شفنا دلوقتي التقرير اللي بنحيي فيه ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه والقضاء على التهاب الكبد الوبائي فيروس سي. والحقيقه انه اللي حصل في مصر في مجال مكافحه فيروس سي مش بشهادتي ولا بشهادتنا احنا كمان كمصريين، لان شهادتنا اكيد مجروحه في بلدنا، لكن بشهاده العالم ومنظمه الصحه العالميه، اكبر جهه عالميه صحية وطبية في العالم، يصل إلى مرتبة الإعجاز مش الإنجاز. حتى الرجل المسؤول في المنظمة دلوقتي كان بيقول The extraordinary measures، يعني الإجراءات الغير عادية اللي اتخذتها مصر فيما يتعلق بمكافحة فيروس سي، كان حاجة بصراحة تستحق إن احنا كلنا نفخر بيه. واليوم العالمي زي ما شفتوا في التقرير اللي عملها تنسيقية شباب الأحزاب، اليوم العالمي تم اختياره النهارده 28 يوليو، وهو ذكرى ميلاد العالم بلومبرج زي ما شفتوا في التقرير. انا رايي الحقيقه انه المفروض يتغير الميعاد ويبقى اليوم اللي اطلقت فيه مصر الحمله القوميه لمكافحه فيروس سي، لانها مش حمله قوميه متعلقه بمصر، دي غيرت طرق تناول والتعاطي ومكافحه الفيروس على مستوى العالم. والبروتوتايب او الموديل والنموذج المصري دلوقتي بيتدرس بره في كبريات مراكز الابحاث العلميه والطبيه عشان يشوفوا مصر ازاي تحولت من موطن موبوء بفيروس سي معظم الشعب المصري مصاب بيه الى الحمد لله الحمد لله الحمد لله انتهاء قوائم الانتظار، وان شاء الله مصر خاليه من مرضى فيروس سي، انجاز يصل الى مرتبه الاعجاز.